يقال أن المتنبي لم يقل قصيرا في الغزل، فحين قال قال فقال: للسيف يفعل بما أنت فاعلة، ولا لقاء عدو مثل لقياك، لو بات سهما من الأعداء في كبدي، ما نال مني ما نالت عيناك. يا سلام، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طيب ولو قلنا بالعامية، تمام، نقول الحاجة اللي الخال الراحل عبد الرحمن الأبنودي: يمنة والقط. عمته يمنة وهو القط. طبعا. والله شبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع متوكيف، ادي اللي عجز في بلاده غير اللي عجز ضيف. هلكوك الله، شفتك مرة في التلفزيون، ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن، على كده انا مت بقالي 100 حول. والله خايفه يا ولاد القعده للطول، مات الشيخ محمود وماتت فاطمه بقنديل، واتباع كرمه بغبال، وانا لسه حيه وباين احيه لسه كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجازتي يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلافت، وانت عجوز خلافتي يا اخوي وبنات. اما كنت بتعمل ايه طلت العمر اللي فات، دلوقتي ما فوقت وجابهم تعمل بيهم ايه؟ على كلن اهي ريحه من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن، اهو عشنا وطلنا منك بصه وشمه، دلوقتي بس فكرت في يمنا وقلت يا عمه. حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي بتتحب، على قد ما سرقاك الغربة لكن ليك قلب، مش زي أولاد الله نسيونا زمان. حبيبي انت والله يا ادهم، شكرا لكل المشاهدين، شكرا لحسن استماعكم. شكرا ليك، شكرا ليك.